اديني واحدة عليكني كمان قبل ما نختم عشان فاضل لنا حبة قليلين. ماتش الاهلي والزمالك ممكن يطيح بقصاري ونادي الزمالك وجهة نظر. عليكم. اوساريو عندي وجهة نظر فيه شوية. اوساريو بيلعب كرة حلوة. كرة محتاجة ادوات معينة هي مش في ايديه دلوقتي. اوساريو بيحاول ان هو يقدم كرة شكلها حلو ان انا ابني من تحت ان انا احاول ادي ادوار مركبة للعيبة. فدوت انا مش عارف هينفع مع نادي الزمالك في ظل ان مفيش ادوات اصلا. الزمالك عنده مشكله في نص الملعب. عنده نقص عددي في نص الملعب كبير. عنده نقص جوده في نص الملعب. بس الزمالك عنده نقص في كل السكواد كله, ولكن تحديدا في كره اوساريو دي اللي مؤثر عليه قوي ان هو ما عندوش حد لعيب كوره يقدر ان هو يطلعه بالشكل اللي هو عايزه. فبيبدا انه فهو دلوقتي في مرحله التجريف. هل جمهور الزمالك هيستنى على اوساريو ان هو يجرب؟ هل جمهور الزمالك ممكن يستحمل سكور من اهلي الماتش الجاي؟ طب ما تيجي نسال اسلام.